أحمد الله تعالى في السر والعلن وأصلي وأسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي بعث معلما وأدب تعذيبا وعلى آله وأصحابه الذين عملوا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم أطلب العلم من المهد إلى الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم حضرة رئيس الحفل الميمون وإخواتي في الإسلام إني أريد أن أتكلم أمامكم حول موضوع الطالب العامل فالتماس منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي وشجعوني على عملي يا أيها الإخوان إن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء والمرسلين إلى هذا العالم لإخراج الناس من الظلمات الهالقة إلى نور السعتير فأرسل الله تعالى سيد آدم عليه السلام قبل كل نبي ثم أرسل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الآخر خاتما للنبيين والمرسلين فأوحى الله تعالى إليه اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذه الآية الكريمة تحتوي على لفظ القراء هذا أول لفظ للقرآن المجيد نزل لهدايات الإنسانية بأسرها وإرشاد الضالين الهالكين إلى صراط السبيل المختار يمكن لله القدير أن يذكر لفظا آخر لفظ الإيمان بالله لفظ الإيمان بالملائكة لفظ الإيمان بالكتب لفظ الإيمان بالرسل لفظ الجهاد لفظ الجنة لفظ النار لفظ الصلاة لفظ الزكاة لفظ الاحتراج عن الكفر بالرحمن والاجتناب عن الكذب والزنا ولكن ذكر الله تعالى على القراءة فالرجل الذكي الفتين يتوجب عليه أن يقف هنا ويتدبر الآية الكريمة لما ذكر الله تعالى لفظ القرآن والكلا في هذا الكتاب الذي سيكون هاديا للجميع إنسانية في الجميع عابرة في الجميع أمكنة فيا أيها الطالب الوعي فكر في القرآن الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه فكر في القرآن الذي هو دستور الحياة البشرية هذا القرآن يشتمل على أول وحي وهو القراءة العلم وتعلم فيا أيها الطالب انصرف إلى القرآن الذي يبلغ الناس دعوة الإبادة والعمل الصالح وقم بالعلم الصحيح والعمل الصالح المستقيم يا أيها الإخوان قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إن الله يصدق بأنه يرفع أهل العلم درجات بالغة ومراتب رفيعة إن الله رفيع يحب أن يكون الإنسان رفيعا في مراتبه ودرجاته يا أيها الطالب المعرفة واليقين أنتم تركتم بيوتكم وأنتم تركتم آباءكم وأصدقاءكم وزملاءكم أنتم تركتم إخوانكم وأخواتكم وقد قدمتم إلى المدارس والجامعات وقد جئتم لسن الدينية الإسلامية للوصول وقد جئتم لسن الدين الإسلامي هذه صفات سترسلكم إلى الجنة وتدخلكم في الجنة والمغفرة ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم الدين والإخلاص في كلامنا وأعمالنا آمين يا رب العالمين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين